قلت إنه يعني خلاص يعني الحمد لله صرت زينة عشان خلاص أسوي عمليتي. إنه يعني أنا كنت ناطرة أسوي العملية بسرعة بأرتاح بأشيل، لأنه عارفة إنه راح ترد، عارفة. فالحين الوضع صار متلخبط، تغير عندي. يعني الحين أنطر على وجهي بعد ما يطخ والعلاجات والمضاد وبلا بلا 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 بلا، وهني بعد هم أنطر ثاني مرة عشان أسوي العملية. وأنا كنت ناطر أسوي العملية على نار، بس اللهم لك الحمد يمكن خيرة خيرة 100% خيرة. بس يلا الحمد لله، شو أسوي بعد؟ لأن أنا قلت لكم أنا مو عارفة شيء، خاصة حق الوي مو عارفة. البلوجر المعروفة باسم منساك تتحدث عن مأساتها الشخصية وتثير تفاعلات الجمهور. الفتاة التي يتابعها الكثيرون ظهرت في فيديو وهي تتحدث عن تشوه تعرض له وجهها أدى إلى تورمه بصورة غير طبيعية. منساك كانت قد أجرت حقن الفيلر لوجهها مما أدى إلى إصابتها بتورم شديد. هذا الأمر دفعها إلى إجراء عملية جديدة تساعدها على التخلص من هذه الأزمة. عدد من النشطاء تفاعلوا مع هذا الفيديو وتنوعت التعليقات بين الانتقاد للمشاهير الذين لا يهتمون سوى بعمليات التجميل من أجل حصد الشهرة، وكذلك تغريدات أكدت على الدعم النفسي للفتاة في هذه التجربة المؤلمة، وخصوصا بعدما عادت المؤثرة وتحدثت عن معاناة أخرى بشأن استغلال الأطباء لها. أدفع فلوس عمليتي ولا تعال تكفل بعلاجي؟ أنا أدفع، بس أبي دكتور شاطر يعرف حق حالتي. مو كل ما أروح حق دكتور حق استشارة ترى يكلفت كذي، ترى يكلفت كذي. يعني أنت أهمك الفلوس قبل أهمك وجهي أنا، فأخليه وأمشي. شو تبيني أسوي عندك؟ أسلم وجهي لك وأنت أصلا مو هامك وجهي، هامك الفلوس قبل كل شيء. أنا المادة صعدت لي فوق عيني، شوفوا. ويقولون البلوجرات والفاشينيستات همهم الفلوس. إذا من بعد الله علاجنا بعض الدكاترة همهم الفلوس. شو ما تقول الفاشينيستات والبلوجرات همهم الفلوس؟ نت أدفع باللي تبونه، بس أحد يفكني من هذا البلا اللي فيني. وراضية بالبلا الحمد لله، بس خلاص عيوني قاعد تتسكر. ما في أحد شريف قاعد يطلع، ما مو لاقية الحين دكتور. أنا عارف حق عادي، ما في كل دكتور غير